إن لم يلتحق بنا ننتقل إلى مداخلة السيد محمد مصباح. أعتقد أنه ما زال يعني ما زالت هناك مشاكل في الصوت تعترضه. سيدي محمد مصباح، مرحبا بك. مرحبا 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 بك. تسمعوني؟ نسمعك بشكل جيد، لك الكلمة في 5 دقائق، تفضل أستاذي الكريم. طيب، بداية أيضا شكر للبريتش كونسل على هذه الدعوة وعلى هذا الموضوع اللي هو مهم جدا. لم أتردد في المشاركة طبعا، لأنه الموضوع يعني يهمني بشكل خاص. وأيضا تنعتقد بأن التفكير في هذا الموضوع يتطلب مشاركة الشباب، وأنا هذه الفكرة اللي تنعتقد أنها مهمة في هذا النوع من اللقاءات، وأنه الحديث عن الشباب أحيانا يكون بغياب الشباب، وهذه مسألة مهمة جدا. تنعتقد أن كيف ما سبقوا بعض الإخوة والأخوات قبل مني، أنه ممكن نشوفوا التحدي الراهن المرتبط بكورونا الحالية كتحدي، ولكن أيضا كفرصة. طبعا التحديات هي بارزة، تنعتقد أن النتائج ديالها على المدى المتوسط والبعيد غادي تبان في لاحقا، لا سيما خصوص فئة الشباب. انتم تعرفون ان الاقتصاد الوطني تعتمد جزء كبير من نوع القطاع المهيكل، والسوق شغل ما تيقدرش يستوعب هذه الفئات الكبيره من الشباب. الان مع هذه الازمه الفرصه تستفحل اكثر مستقبل، ولكن طيب نعم. طيب، قلت بأنه ممكن نشوفوا له كفرصة، وهذا من خلال أننا نفكروا في جوج ديال الأشياء في مقابل. الحاجة الأولى، نعتقد بأن المسألة الأولى هي سياسة تدبير الأزمة. في نظري المغرب إلى حدود الساعة ظهر أنه المقاربة التي اعتمدت كانت فعالة إلى ما في امتصاص الصدمة. الإجراءات اللي قامت بها الدولة اللي كانت مبكرة وكانت سريعة وفعالة، دارت بأنها فعلا جنبتنا الأسوأ. تنعتقد بأنه هذه المسألة هي مهمة لأنها تساعدنا في الوقت، وأننا نميتيجيو الخسائر أو نخفو من حجم الخسائر. طبعا غادي يكونوا خسائر في كل الأحوال، لأنه الاقتصاد وقف، غادي فئات كبيرة من المجتمع لا سيما اللي تخدموا في القطاع المهيكل غادي يضروا، الصناعة والتجارة والخدم كلها غادي تضرر، هذا ما لا شك فيه وواضح. نسبة البطالة سترتفع، هي أصلا مرتفعة في صفوف الشباب الحضاري، تنعتقد أنها غادي ترتفع. داروا تحديات اجتماعية واقتصادية أخرى، نتمنى من الله أنها ما تتحولش لأشياء أخرى، خصوصا مع دخول رمضان والصعوبات اللي مرتبطة يعني فيها الإنفاق أكثر إلى آخره. ولكن هذا الجانب الأول، الجانب اللي مرتبط بسياسة تدبير الأزمة، أعتقد بأنه الحدود الساعة كانت موفقة، فيها عناصر مهمة الإشارة إليها، يعني تعرفوا الإجراءات ديال يعني الحجر الصحي، دعم ديال الفئات الهشة وغيرها، هذه كلها تنعرفوها لا داعي لتكرارها، وهي قد المغرب متقدم لها دول كثيرة، ما دي مسألة لا نناقشها. لكن احنا دائما تنشوفوا شنو تحقق وشنو كان ممكن يتحقق أكثر. الجانب الثاني اللي في هذه المسألة هي ما بعد، هي واش كاينه شي رؤية استراتيجية، هذه تم الإشارة إليها قبل من طرف جوج ديال الزملاء، هي واش كاينه شي رؤية استراتيجية لما بعد أزمة كورونا. تنعتقد الدول اللي تتحترم راسها أو على الأقل الدول القوية اللي عندها قيادة وعندها رؤية للمستقبل
بل بانها ما تتفكرش فقط غير في الآن، كيفاش تدبر الازمه. الازمه ان شاء الله غادي تدوز. الان هذه الاجراءات كيف قلت بان تمتص، ولكن ماذا بعد؟ تنعتقد بان ما بعد كورونا خص دا من الان التفكير فيه، خص يبدا التفكير فيه من خلال ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى في نظري هو خصنا الدروس المستفاده نسجلوها، شنو هما الاشياء اللي استفدنا منها، الايجابيه والسلبيه، العيوب اللي بانت، بان بانه غادي عندنا قطاع صحي فيه بعد طبعا مع الجنديه ديال الاطباء والمشتغلين في قطاع الصحه لا ننكره، ولكن عندنا قطاع الصحه من القطاعات اللي لم يتم الاستثمار فيها بشكل كافي في العقود الاخيره. تم الاستثمار ولكن ماشي بشكل كافي. عندنا التعليم الان ظهرت يعني تحديات على مستوى تنزيل التعليم عن بعد، لا سيما بالنسبه للمناطق القرويه والفئات الغير المهمشه في العالم القروي وحتى في المدن. ماشي كاع الناس عندهم بي سي وعندهم الاخر، هذا احنا مازال متخلفين على مستوى التكنولوجيا. عندنا كاع الناس عندهم تكنولوجيا ولكن مازال ما استطعناش ان ندمجوها تولي جزء من يعني الاداره وغيرها، مازال هاد الاكراهات. هذا المساله الاولى، تنعتقد انه من المهم اننا نمشي واحد خطوه كبيره بعد كورونا في تحديد الاداره والدوله. الجزء الثاني مرتبط بان هذه الازمه الحاليه بينات بان كاين واحد البوتنسيال، واحد الفرصه استثنائيه اللي هي راس المال البشري ديال المغرب. قبل كورونا ما كناش نسمعوا بانه، او من الى سمعنا يمكن كان ممكن ما نصدقوهاش، انه مغاربه صنعوا يعني جهاز تنفس تنعي 100% مغربي. انا بالنسبه لي هذا امر يدعو للافتخار، ولكن انا بالنسبه لي هذه خصها تكون البدايه، تكون البدايه لواحد السياسه ديال التصنيع، اقلاع صناعي عندها واحد رؤيه استراتيجيه تدخل يعني المغرب حتى هو يولي بلد صناعي. دونك الرأسمال البشري ديالنا موجود، 7000 طبيب تقريبا مغربي من اصول مغربيه تيشتغلوا في فرنسا، بمعنى ان عندنا هذه المشكله ديال هجرة الادمغه. واش كاين شي فرصه باش نرجعوها او على الاقل نحدوا منها باش نخلقوا فضاءات فضاءات جاذبه ماشي طارده للبحث العلمي والابتكار؟ لانه لما تنتكلموا على البحث العلمي والابتكار ما تنتكلموش على المنتوج كمنتوج، راه كاين واحد ليكو سيستيم هو اللي تيخلق اللي تيجعل هذاك المنتوج ممكن. يعني لو كان عندنا اينشتاين في شي دوله متخلفه كان ممكن يكون تيشتغل في حاجه اخرى من غير التفكير. او المهم الفكره اللي بغيت نقول هنا هو انه الاستثمار في الرأسمال البشري هو اهم درس اللي ممكن نستفيد منه. الحاجه الاخيره هو انه التفكير في هذيك الحلول والبدائل خاصو يكون من خلال ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي التواصل والشفافيه. للاسف وهذه نقولها بكل زعما مسؤوليه، انه واخا كاين شويه ديال التواصل ولكن هذا التواصل شكلي، تيجي يومين مع السته العشيه مسؤول في البيروقراطيه في وزاره الصحه تيقول لك الاعداد الى اخره. انا لا اشك في الارقام ولا، ولكن تنقول بانه مش سياسه تواصليه، ما كاينش الشفافيه الكامله، ما كاينش الوصول الى المعلومات بالشكل الكافي بالنسبه للمواطنين. في حين ان الدول الديمقراطيه تتلقى دائما رئيس الدوله ورئيس الحكومه ورئيس الجهه ورئيس البلديه والمنتخبين، الجميع يتواصل مع المواطنين ماشي مره واحده ولكن باستمرار. هذه مساله مهمه، كيفاش بغينا الشباب يشارك وحنا ما تندمجوهمش، ما تنشتركوش معاهم، ما تنتواصلوش معاهم؟ كاين التواصل المؤسساتي الرسمي اللي تدار هذاك الشيء في التلفازه وهذاك الشيء الاخر، ولكن المواطن خاصو اجراءات، ماشي اجراءات، خاصو التواصل معاه لكسب المزيد من الثقه. هاد المعطات واحد الرصيد ولا واحد الشحنه من الثقه الاضافيه، هذا اكدناه في واحد الدراسه درناها الشهر
هذه بضعة أسابيع حول صورة المغاربة لفيروس كورونا كيفاش يشوفوهم. فاكتشفنا من بين النتائج هو أنه مقارنة مع غير أن دراسة أخرى قبلها في نوفمبر حول الثقة في المؤسسات بين نوفمبر والبداية ديال هذه ارتفعت الثقة في الحكومة في الإجراءات يعني في الحكومة بواحد النسبة كبيرة، ولكن الثقة في قطاع الصحة ما ارتفعش نهائيا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدي محمد مصباح. كنت أراعي التشويش الذي وقع في البداية فأضفت لك وقتا، سأكون كريمة معك في إضافة دقيقة واحدة. تماما. النقطة الأولى هو ما بعد كورونا خاصنا الأول تواصل، ثانيا خاص تكون عندنا قيادة أيضا تكون واضحة، تاسك فورس اللي موجودة تهضر مع الناس تشرح لهم علاش تم التمديد إلى آخره. ثم العنصر الثالث اللي تنعتقد أنه أساسي هو أن الإكمال ديال ورش الإصلاحات المتعثرة، هذه هي الفكرة ديالي وشكرا. شكرا جزيلا سيدي محمد مصباح على هذه المداخلة القيمة. إذن كتلخيص لما جاء في مداخلتكم أن تداعيات هذه الأزمة ما بعد كورونا أكيد تظهر من الآن، فالاقتصاد متوقف لا سيما القطاع غير المهيكل اللي هو أكثر تضررا، ثم الإشادة بسياسة تدبير الأزمة المبكرة صراحة والتي قادها صاحب الجلالة. هذه السياسة كانت موفقة في دعم الفئات الهشة خاصة في الفترة السابقة وفي هذه الفترة، ونحن خاصة مقبلون على الشهر الفضيل شهر رمضان وكثرة الإنفاق وما إلى غير ذلك. تحدثتم عن نظرة يعني واقعية بين ما هو كائن وما هو ممكن، ما هو كائن الآن ومتاح وما يمكن توفيره. ثم سؤال جوهري، ما هي الرؤية الاستراتيجية بعد هذه الأزمة؟ فمن وجهة نظركم أن الخسائر أكيد مؤكدة، وإن تصرفت في هذه العبارة مجازا تقولون لا تريدون لهذه المبادرة أكثر من تأثير حبة أسبرين قصيرة الأجل في مفعولها لصداع نصفي اقتصادي طويل الأمد. ثم أشرتم إلى ضرورة إدماج التكنولوجيا، وهذا الإدماج ينبغي أن يكون يعني إدماجاً في تدبير عملية التواصل الإداري أو التعليمي أو غير ذلك. ثم أشدتم بإنجازات الشباب من أجهزة التنفس، ولو أننا سمعنا هذا الأمر من جهة ثانية لما صدقناه، فأكيد أن هناك رأس مال بشري رائع جداً وطموح، فينبغي الاستثمار في الرأس مال البشري. ينبغي كذلك التواصل، والتواصل أقصد به التواصل المؤسساتي غير رسمي هو غير كاف أكيد. ثم ينبغي إقرار وتكريس الشفافية وإعادة ترتيب الأولويات. شكرا لك سيدي محمد مصباح. نعطي الكلمة الآن للسيد سامي المدني إن التحق بنا. تمام، للأسف لم يلتحق بنا بعد. إذن بعد نهاية هذه المداخلات القيمة أتيح الكلمة للخريجي صوت شباب المتوسط للإدلاء بأسئلتهم. كما أثير انتباهكم سيداتي سادتي إلى أن أي متدخل لابد من التنصيص على اسم المتوجه له بالسؤال، مثلاً إلى من أتوجه بهذا السؤال، ثم أدلو بأسئلتكم. قبل الإدلاء بالسؤال ينبغي رفع اليد هكذا بهذا الشكل. ثم أذكركم سيداتي سادتي أن بإمكان الجمهور الكريم التفاعل مع هذا النقاش الهادف في الجانب المخصص للأسئلة في الجانب الأيمن، وشكراً لكم. سيدي الممون تفضل بسؤالك. مرحبا. شكرا جزيلا. أولا تحية للضيوف، تحية للمجلس الثقافي البريطاني وطبعا مؤسسة أناليند، تحية لكل المتدخلين. صراحة كنعتزوا أولا أننا خريجي لهذا البرنامج، كنعتزوا بالتفاعل مع هذه الطاقات وهذه الفاعلين المدنيين والسياسيين على كافة الأصعدة.
الأسئلة ديالي طبعاً قبل ذلك لابد أننا نتمنى جميع طبعاً أن نخرج من هذه الجائحة أقوياء في هذا الوطن لما في ذلك من مصلحة لهذا المواطن ولهذا الشعب الأبي. ثاني شيء وهو مهم جداً في اعتقادي أنه قبل أن نتحدث عن انتظارات الشباب وما دفع للشباب لابد دائماً أن نستحضر مضمون الحق والواجب، يعني عوض طبعاً أن نتحدث على فقط ما ينبغي للدولة أيضاً ماذا قدمنا نحن كمواطنين وكفاعلين. إذن أولاً ربما غادي نحاول أن نكون مباشر ومختصر. نبدأ بالنائبة البرلمانية ديالنا الشابة اللي كنحيوها أستاذة ابتسام عزاوي. أول سؤال لك بسيط جداً، عندما تحدثت عن إعادة ترتيب الأولويات، أليس البرلمان هو في حد ذاته من صوت ضد رفع ميزانية الصحة باستثناء نائب واحد هو الذي كان صوت مع مسألة رفع ميزانية الصحة اللي هو عمر بن الفريج؟ هذا السؤال لك أستاذة. ثم سأنتقل مباشرة لأستاذ عادل. الأزمة تصنع الشعوب، نفتقد سياسة عمومية إلى غير ذلك، لم ندرب الشباب على إدارة الأزمات، ولكن أستاذ عادل، ألم تقوم الدولة مثلاً بإرساء ما يسمى بتجنيد إجباري لتدريب الشباب ورغم ذلك قامت الدنيا ولم تقعد على هذه القضية هذه؟ يعني أحياناً كنوليو كنقلب الموضوع من واحد الزاوية ربما اللي خصنا نعيدوا فيها النظر، خصوصاً في علاقة كما قلت ذاك دائماً حق والواجب، لأنه كما تعلمون سئل وزير خارجية بريطانيا يوماً اللي هو تشيرشل قبل أن يكون رئيس الوزراء، قيل له في مجلس العموم ماذا قدمت لنا بريطانيا؟ أجاب عوض أن تسأل ماذا قدمت لك بريطانيا؟ ماذا قدمت أنت لبريطانيا؟ نحن أيضاً خصنا نستحضر هذه المسألة، وخصوصاً أن دول كبيرة وقوية أعجزت عن مواجهة هذه الجائحة، نأخذ الصين، نأخذ إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وآخرهم الولايات المتحدة الأمريكية، وما أدرك ما الولايات المتحدة الأمريكية. إذا خصنا نكون كما قال بعض المتدخلين إيجابيين أمام ما قامت به الدولة في مختلف الأصعدة ومساهمة الشباب. نمشي لأستاذ ياسين إسبويا. أستاذ ياسين، واش ما كيبانش لك أنه هناك أولوية لإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لمدة 9 سنوات هو رهين الرفوف ورهين ثلاجة الحكومة، مع العلم أن هذا المجلس في الدستور في الفصل 33 ينص يعني 9 سنين والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باقي ما خرج، أيعقل هذا؟ وهو اللي غيعطينا تفعيل الحق في الوصول للمعلومة اللي هضر عليها قبل قليل أستاذ محمد مصباح. واش ما كيبانش لك بانه اولويه سياسيه باطار اعتباركم طبعا فاعل مدني؟ وهو سؤال ايضا غير توجه الاستاذه ابتسام. نمشي للاستاذه رقيه. طبعا نعرف مبادرتك استاذه رقيه على مستوى طبعا المدني واضافه لجميع الاخوان. واش ما كيبانش لك استاذه رقيه بانه المبادره الشباب اللي هضرتي على التداعيات النفسية، واش ما تيبانش لك هذا فيروس كورونا أعطانا واحد العلاقة اللي مفروض أنها تكون بين الشباب والدولة، وهي علاقة إيجابية مبنية على الثقة؟ الكل تبعتوا مواقع التواصل الاجتماعي أشاد بمبادرة الدولة. إذن واش ما تيبانش لك هذه فرصة تاريخية لتصالح الدولة مع الشباب، ولو تصالح الشباب مع الدولة بين مزدوجتين؟ ثم أستاذ مصباح، آخر سؤال مباشر لك، ملي كنهضروا على مسألة اللي هضرتي عليها على كافة الأصعدة اللي عشنا فيها وما زلنا كنعيشوا مسألة ديال التحديات وتداعيات الكورونا، واش ما تيبانش هناك الأولوية الآن؟ نعم لو سمحت باختصار لأن نعم بقيت لنا دقيقة ثم سنعيد الاتصال مجددا، أعتذر. واخا السؤال للسي محمد هو سؤال فقط، الحق في المعلومة، الحق في الوصول للمعلومة، واش ما كيبانش لك في حد ذاته إنجاز الحكومة لأنها كانت شفافة وكاشفة، بل أكثر من ذلك تتمدنا يوميا بالحصيلة، أما باش أننا نطلقوا